مفيش أي حد يقدر يختلف على إن شخصية توماس مايكل شيلبي واحدة من أهم الشخصيات الاستثنائية جدا، ومش هنكون بنبالغ خالص لو قلنا إنها عملت بصمة غير مسبوقة في تاريخ عالم الدراما، حاجة كده زي شخصية بوشكاش محفوظ بالنسبة لصناع الميمز المصريين. السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي عزيزي المشاهد واللي بحييك عليه في الحقيقة، هو إيه يا ترى العوامل الأساسية اللي كونت الشخصية دي؟ الحقيقة إني هجاوبك على السؤال ده بمثل قديم بيقول إنه مفيش حد بيرجع من الحرب. ده المثل اللي قاله توماس نفسه وهو بيتكلم عن الحرب العالمية الأولى اللي اشترك فيها. يعني نقدر نقول إنه كان عندنا شخصيتين، كان في حد اسمه تومي وده ما تصدرش كتير على الشاشة، وفي حد تاني اسمه توماس مايكل شيلبي اتولد بعد الحرب العالمية، ده بقى زعيم عصابة مدينة برمنغهام، ودي هي الشخصية اللي ظهرت من الشط الأول في المسلسل. بين تومي وتوماس شيلبي في نقطة تحول كبيرة جدا، والنقطة دي هي الحرب العالمية الأولى. وطبعا تبقى المثل اللي قلناه في أول الحلقة، وهو إن مفيش حد بيرجع من الحرب. التحول في شخصية تومي لتوماس كان واضح وصريح. بعد الحرب أنت بترجع بجسم سليم وشخصية جديدة غير اللي كنت عليها، وإن المستحيل إنك ترجع زي ما كنت الأول. وطبعا مقدار التأثير ده بيكون متناسب طرديا مع حجم اللي شفته في الحرب، يعني شخصيتك هتتغير وإنت واستجابتك، يعني من الآخر كده أنت وشطرتك. وللأسف لو ما كانش عندك القوة الكافية لتقبل التغير ده، ممكن نهايتك تكون زي صديق تومي المسكين، وكلنا شفنا قد إيه الحرب أثرت عليه وخلته شبه المجنون. تومي المسكين كان وظيفته في الجيش إنه يحفر أنفاق بتعدي تحت الخطوط القوات الفرنسية، مش بس كده، لأ، وكمان كان المفروض يزرع متفجرات في الأنفاق دي، ودي كانت بالنسبة لتومي وظيفة مؤذية جدا نفسيا، لأنه كان في أي وقت معرض إن هم يكشفوه ويهجموا عليه ويقتلوه. أثر الحرب فضل مع تومي لدرجة إنه لما كان بينام كان بيحلم بكوابيس عن وجوده في الأنفاق دي، مش بس كده، لأ، ده كمان كان بيسمع صوت الحفر في ودنه لفترة طويلة قوي. الحرب برغم مأساتها وتأثيرها السلبي على تومي، إلا إنها سابت له أكتر شيء هو محتاجه للنجاح في حياته، وهي عدم الخوف من الموت. بقى بيعتبر اليوم اللي بيعيشه هو يوم زيادة عن عمره الحقيقي اللي كان مفروض ينتهي بنهاية الحرب، وصفها إنها إكسترا دي. المكسب ده هو اللي خلق لنا شخصية توماس مايكل شيلبي، ولك أن تتخيل عزيز المشاهد شعور أي حد بيتفاوض معاه وهو بيتعامل بمبدأ هتقدر إزاي تلوي دراع حد شايف اليوم اللي عايشه دلوقتي يوم زيادة عن عمره. الحقيقة الطريقة دي كانت دايما بتديه أغلبية في أي مفاوضات يدخلها، وكانت بتنجح أي عمل يدخل. وجهة نظر تومي في مجال عمله إن الأشخاص الأذكياء هم دايما اللي بياخدوا القرارات، والأشخاص الأقل ذكاء هم اللي المفروض ينفذوها، وده كنا بنشوفه متجلي جدا في المسلسل لما كان هو والعم بولي دايما بياخدوا القرارات، والناس الأقل ذكاء اللي هم آرثر وجون شيلبي كانوا دايما بينفذوا هذه القرارات. وده طبعا ما يمنعش إن توماس كان بيشارك في تنفيذ أغلب العمليات اللي كان بيخططها. الشاب تومي المسكين فقد إيمانه بكل شيء وبأي شيء، الأديان ما بقتش تهمه، وتغير 180 درجة وتحول من شخص مبتسم بيحب الحياة لتوماس مايكل شيلبي اللي شايف عمره ده زيادة ومنتظر الموت في أي وقت. بعد ما رجع من الحرب كان كله انكسارات داخلية، بس مع الوقت بدأت الانكسارات دي تتعالج والجروح اللي في قلبه تلتئم. كل ده كان بسبب حبه للجراس اللي خلانا نرجع تاني نشوف ملامح تومي القديم لما بدأت ترجع له شوية مشاعر وحب للحياة. ولكن كالعادة النهايات مش لازم دايما تكون سعيدة، والقدر مش عايز تومي يكون غير الشيطان اللي مفهوش أي ذرة رحمة، فيقتل أي ملامح لشخصية تومي المسكين بموت حبيبته جراس. فمشهد مؤلم جدا، وللأسف إحنا كمان حلقتنا خلصت النهاردة. هنكتفي بالقدر ده من تحليل لشخصية توماس شيلبي على أمل إن الفيديو ينال إعجاب. ما تنسوش تعملونا لايك وشير لو أنتوا بتتفرجوا علينا في الفيسبوك، وتعملونا اشتراك للقناة لو أنتوا بتتفرجوا علينا على اليوتيوب. كانت معاكم آية سرور، تشاو.